تداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور اللي جاية من العاصمة التركية أنقرة لبعض الأتراك اللي علقوا صورة أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة على جسر في الطريق اللي المفروض كانوا عارفين إن هيعبر من خلاله موكب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. كمان تداول بعض الرواد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت لقائه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قالوا فيه إنه أحرجه بسلام جاف بالأيدي دون عناق كما جرت العادة. نشوف الفيديو ونشوف لقاء بتاع أنتوني بلينكن وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي. مش ده المقطع الوحيد اللي كان موجود على منصات التواصل الاجتماعي، في مقطع تاني كمان اول لما وصل أنتوني بلينكن لتركيا او اول لما بدا لقائه مع وزير الخارجيه التركي هاكان فيدان، نفس الطريقه تقريبا في السلام، ودي ليها دلالات كتير جدا بيقدر او بيتكلم عنها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الصوره عملت الصوره الموجوده لكتائب القسام وكمان لقاء هاكان فيدان عمل حاله جدل بين مدونين مواقع التواصل الاجتماعي، وهناخد ابرز اراء الناس حول الموضوع ده. والبدايه مع عبد الله اللي كتب وقال: أبو عبيدة لو نزل الانتخابات لحكم العالم سيفوز بأغلبية ساحقة. حساب تاني باسم أيمن التركي قال: بعد قيام أتراك برفع صورة أبو عبيدة على جسر في العاصمة التركية أنقرة والذي سيمر من تحته، تم رفع لافتة تانية كبيرة على جسر آخر سيمر أيضا من تحته موكب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مكتوب عليها قاتل الأطفال بلينكن. حساب آخر غرد كان اسمه سامي، سامي قال: كل أسلوب تستطيع به إغاظة الأعداء وكسر خاطرهم اليوم هو مطلوب جدا ويجب تفعيله. مدون آخر على منصة إكس غرد وقال: الحقيقة الشعب التركي يبدع في مناصرة القضية الفلسطينية، وندعوه أن يضغط على الحكومة التركية التي بإمكانها فعل الكثير. آخر تغريدة معانا عن الموضوع ده اقترح صاحب التغريدة اقتراح وقال: عجبتني الفكرة، من المفروض نعممها في كل مكان مع إضافة أسماء الشهداء الله يرحمهم ويجعل مثواهم الفردوس الأعلى. نتمنى فعلا أن احنا نشوف مواقف زي دي في كل الدول العربية، نتمنى أن احنا نشوف ضغط شعبي على حكومتنا عشان حتى يبدأوا يتحركوا من أجل القضية الفلسطينية، وعلى الأقل نشوف تصريحات تكون قوية شوية أو نبعد شوية عن الانبطاح اللي احنا بنشوفه، مواقف فعلا تساعد إخواتنا في غزة لوقف العدوان، ودي أكيد بتبدأ من الشعوب اللي هي بتضغط في الآخر على الحكومات اللي المفروض أنها بتمثل الشعوب.